كنا ولا زلنا ننتظر موقف جريء من المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي، وفرنسا لها أكثر موقف، ولكن بحاجة إلى تفعيل، حيث الوضع أصبح أكثر من كارثي. كلمة كارثة في حلب قليلة عن ما يحدث تجاه القصف، تجاه الدم، تجاه انعدام أدنى مقومات العيش في مدينة حلب. نتوقع حماية المدنيين ومساعدتهم وتلبية النداء أو الصرخة اللي سميناها صرخة النساء والأطفال. المدنيين في مدينة حلب حتى الأطفال الصغار فقدوا الأمل في المجتمع الدولي نتيجة المجازر التي ترتكب. المجازر بلشت تنمى بشكل تصاعدي، بلشت المجازر في حلب خصوصا وسوريا عموما. في حلب بلشت في شهر 12 2013 لما ألقى النظام أول برميل، وفي السنة الأخيرة تم مساندتهم من قبل طيران روسي والميليشيات الإيرانية والعراقية والمجتمع الدولي كله متفرج. ولكن نأمل مما يملك أدنى حسف الإنسانية أن يساعد هؤلاء المدنيين. كجهات أو فعاليات مدنية في مدينة حلب كما ذكرت فقدت الأمل في المجتمع الدولي، يعني أنه قالوا أن الاجتماع مثله مثل أي اجتماع آخر، وخصوصا أنه كل اجتماع في مجلس الأمن يقابل بفيتو قتل وليس فيتو روسي، فيتو لإباحة القتل. حلب حاليا تباد، تقتل. حلب محاصرة للحصار الثاني، اليوم 96 يوم للحصار الثاني. لا غذاء، لا دواء، لا طعام. تم قصف المشافي بشكل كامل. الحركة في الشوارع مشلولة أو معدومة نهائيا. الناس ملتزمة المنازل، وفي أي لحظة كل واحد منهم مشروع شهيد. في أي لحظة أي واحد منهم ممكن يستشهد نتيجة سياسة الأرض المحروقة اللي عم تتبع النظام، وخصوصا خلال 15 يوم الأخيرة مدعوم من الطيران الروسي والميليشيات الموجودة على الأرض، ميليشيات إيران. مهما طال ليل الظالمين فلا بد من بزوغ الفجر، والثورة ستنتصر وحلب لن تسقط كما ذكرت في المؤتمر الصحفي، وإنما ممكن يحتل النظام، ولكن الثورة فكرة والفكرة لا تموت.